آلاف بل ملايين من البشر. إيه اللي حصل النهاردة؟ لأنه النهاردة كان معاد المولد، كان في عدد أو كم كبير جدا من عربيات الأمن المركزي وتواجد أمني. صحيح إن في ناس راحت، إنما شتان، الفرق شاسع جدا بين حضور اليوم وحضور كل سنة. البيت احسن من ود السينما ولا المسرح ولا ما هو. يعني انت بتلغي حاجه اصلا الناس، حاجه روحانيه، احسن ما تلغي دور السينما ولا دور ولا قهوه الناس تقعد عليها. لا، القرار ده مش هينفع خالص، والمولد لازم يشتغل، لان خلي بالك يعني مولد السيده زينب يعني من الموالد العالميه. بالنسبه للحج، ما تلغاش للحج، السعوديه ما لغاش للحج، ما لغاش للعمره. وبعدين بيقولوا التجمعات، التجمعات ما احنا في الاتوبيسات يوميا متجمعين في الاتوبيس، لا اقل عن 1000 بني ادم في الاتوبيس. في المدارس هل هيلغوا الدراسه؟ هيلغوا الجامعات؟ حتى لو ما فيش مولد الناس هتقف في الشوارع. حب الست السيده زينب دي، ده حب رباني، حب السيده زينب. فاحنا طالبين من الساده المسؤولين يعني بلاش ان يتعمل يعني حاجه في الشارع من بره. ممكن يعني الناس لو حبت تحتفل بالست تحتفل من داخل الحواري، داخل السيده زينب. جدها الحبيب، امها البتول، اخت الشهيد، سيدنا الحسن وسيدنا الحسين. لله يا ست يا طهرة، امنعوا كل الموالد إلا موالد المشيرة العظيمة الحسيبة بنت سيدنا رسول الله، دي ربنا أنزل اسمها في القرآن، وربنا اللي سماها، وسيدنا جبريل أنزل باسمها سماها زينب، إنها هناك في الشجر في الجنة اسمه الزينبي، والجامع ده اسمه الجامع. السيدة زينب مقامها على العين والرأس، أما المولد فقرار من المحافظة بناء على توصيات من وزارة الصحة بمنع التجمعات الموالد تحديدا، وبدأ بمولد السيدة زينب. إنما لسه بيفكروا في السيد البدوي. قبل ما نبدأ في تفاصيل حلقتنا، رحنا زيارة سريعة المغاغة، لأنه مغاغة فيها بتحمل حكاية، فيها جزء طريف وجزء غير طريف بالمرة، أو جزء مرير. إنها حكاية ذلك المدرس الذي دأب على كتابة قصائد شعرية، غزل، عتاب، من نوعية الزجل، خلينا نقول الزجل الخفيف. المهم دايما يكتب قصائده ويوزعها ويكتبها ويكتب اسمه وتليفونه، إنما ما درش على أمل إنه حد يكلمه، يعني حد يكلمه يقول له أنا عجبتني الأغنية دي أو القصيدة دي على أساس إنها تتغنى، تطلع مطربة مصرية، مطربة لبنانية، مطرب من هنا، مطرب من هناك، يعجب بيها ويكلمه ويسجلها. الحقيقة أنه فضل يكتب قصائد ومحدش كلمه في التليفون، لحد ما ابتدى يكتب قصائد مختلفة، قصائد أو زجل عن رئيس الجمهورية، 18 قصيدة عن رئيس الجمهورية كانت لاذعة، وكان فيها ذم كثير في رئيس الجمهورية. المرة دي في حد اتصل فيه بيه، إنما الحقيقة كانوا أمن الدولة. قبض على أستاذ منير سعيد حنا، وتم توجيه تهمة صريحة له، وهي إهانة رئيس الجمهورية. الحقيقة أنه استجاب للاستدعاء بشكل مباشر وراح، ورفض أنه في أي محامي يحضر عنه، وهو كان بيتكلم وبيدافع عن نفسه، وللأسف فشل ذريع، لأنه اتحكم عليه بثلاث سنين سجن. حكومة مغلظة مشددة لشخص مغمور يكتب ويوزع كتاباته. نعم، هو طبعا ما جاش في دماغه اكيد انه لما بيوزع القصائد دي ده هو بيوزع كده منشورات. المساله اختلفت ما بين قصائد الحب وقصائد الحديث عن كبار رجال الدوله. خلينا اقول انه استاذ صلاح عيسى كتب مقاله رائعه بهذا الصدد، كتب مدافعا عن المبدا مش عن جوده القصيده ولا كونها فيها قذف وذم من عدم، وما كانش بيحقق في القصيده، انما كان بيقول انه الراجل ده يعني لا طلع في وسيله اعلاميه وقالها ولا طبعها في كتاب، قصصات توزع وتروج. طب ما الانترنت فيه مليان حاجات كتيره، طب ما الناس بتقول نكت في كل العصور وفي كل الاوقات وفي كل البلدان. واتكلم من زاويه رائعه انه ان النظام السياسي لا يجب ان يصغر نفسه بالدرجة إنه يقف خصم لشخص
يكتب نكتة أو يكتب قصيدة حتى وإن كان فيها نوع من التجاوز. إحنا رحنا مغاغة وسجلنا مع أستاذ حنة أخو أستاذ منير اللي اتكلم عن اللي حصل في مسألة قصائد أخيه. هو حضرتك هو اسمه منير سعيد حنة بكالوريوس هندسة أسيوط وموظف في مدرسة الصنايع قسم كهرباء. يعني من حوالي سنة ونص كده ابتدى يكتب في أشعار وأغاني وكان بيسجلها برضه في الشهر العقاري على أساس إنه تبقى حاجة ملك ليه. وابتدى بعد كده هو شغال في الإدارة التعليمية بمغاغة وبعد كده اتنقل في العدوى. ابتدوا زمايله يكتب لنا قصيدة تهريج يعني وماسة كده مع زمايله فابتدى يكتب. ويعني من ناحية موضوع القضية نفسه ما عرفش هو يعني ما بينقد المجتمع ما بي هو ما قصدش إن مثلا إن هو يهين مثلا الرئيس فيه أو غيره. وهو الموضوع كله إن هو كان موضوع نقد بينقد فيه الوضع والبلد وبس مش أكتر. إنما هو ما يقصدش بإهانة الرئيس أساسا يعني. فابتدى أمن الدولة يجمع لي ورق إن كان حد ودى لهم الورق أو غيره فجمعوا له حوالي 18 قصيدة عملوها له في ملف وبناء عليها عملوا له قضية. هو موضوع القصائد كان أغلبيتها بيكتبها على إن هو بينقد المجتمع من سياسة من اقتصاد من كده يعني. إنما هو مش مقصود بإهانة الرئيس نهائيا يعني. حضرتك احنا في بلد ديمقراطي فيها حرية رأي فيها حرية كاملة يعني المفروض ان هو ما يحاكمش بقى يعني حتى نتيجة الحكم 3 سنين و100,000 جنيه يعني حاجة صعبة جدا يعني. انا بناشد سيادة الرئيس ان هو ده ما بيقصدش بيه اهانة بالمعنى الحرفي وده ابن من اولاده ودايما الاب بيبقى حنين على اولادهم حتى انغلط وبناشده ان هو يعفو عنه.